الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، يقدمها لكم علي الموسى، والبداية مع أبرز العناوين. في شك طول عمرك ما قصرت طول عمرك وسامحني إذا بدر مني أي شيء كنت خاطئ طال عمرك. هاي زغال أنا واحد من عيالك تمون علي طال عمرك، الله يجزيك خير طال عمرك. سمو أمير البلاد يستقبل عائلتي الخنا والهاجري لشكر سموه على العفو الأميري. في الذكرى 57 للدستور الغانم يؤكد العهد الدستوري حصن الكويت وقوى مناعتها السياسية. الأشغال تستعد لموسم الأمطار بمتاريس الرمال. العزمي جامعة الكويت لن تسلم مواقعها لأي جهة خاصة. وفي النشرة حكم إنجليزي بحجز عالمي على أصول الرجعة. نبدأ أخبارنا من قصر بيان، حيث استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وفدين من عائلتي الهادر والخنة لتوجيه الشكر لسموه على إصدار العفو الأميري عن كل من النائب السابق فهد الخنة وحجاب الهاجري. سموه استقبل عائلة الخنة حيث أعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضل سموه في إصدار العفو الأميري عن ابنهم فهد صالح الخنة. والله ما قصرت في شك صالح طول عمرك ما قصرت طول عمرك وسامحني إذا بدر مني أي شيء كنت خاطئ طال عمرك. هاي زغال أنا واحد من عيالك تمون علي طال عمرك، الله يجزيك خير طال عمرك. مشكور طال عمرك ما قصرت. سلمك بارك فيك. الله يهنيك بوجود أسأل الله حظك وما قصرت طول عمرك، عساك ذخر. زلة لسان ترى دائما الواحد يخطئ. اي نعم صح. لكن الواحد ما يتمادى في خطأه. الواحد اذا اعترف في خطأه وشاف الناس يعني اتجاه يصحح مساره. وجل من لا يخطئ يعني. الانسان اللي بيعمل بيخطئ. صحيح. بارك الله فيكم ان شاء الله. الله يجزاك خير. من الطريق الصحيح لخدمة وطنكم. الله يجزيك خير. هذا اهم شيء يعني. كلكم خير وبركة يا طال عمرك. وطويل العمر ابو الجميع الله يطول عمره، وانا عارف انه يحن علينا مثل ابونا يعني مثل مقام الوالد الله يطول عمره. لكم خير وبركه يا طال عمرك. اسره الخير الله يطول عماركم جميعا ويديم ظلكم على هالديره دوم ان شاء الله. جيت اهلك الله يسلمك واخوانك وديرتك الحمد لله. فضل الله تملك طال عمرك جزاك الله خير. ابو فيصل الله يطول عمره سمو العهد كله خير وبركه. الله يبارك فيك. خير وبركه. اذا ما انتم حافظتوا على بلدكم ما بيحافظ. الله يجزيك. شوفوا حوالينا شنو اللي بيحصل يعني. وعقب اللقاء صرح فهد الخنا قائلا: تشرفت بلقاء سمو امير البلاد لشكره على العفو الكريم، وهذا ليس بغريب على والد الجميع. تشرفنا اليوم باللقاء بحضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه، تشكر منا على عفوه الكريم عني أنا وكان معي العائلة أخواني وأبناء أخواني، تشكروا من حضرة صاحب السمو جزاه الله خير. هذا ليس بالغريب على ولد الجميع، وأنا صراحة تشكر منه وجزاه الله خير، وعسى الله يطول في عمره ويبارك فيه ويبارك في جهوده. تشرفنا بلقاء سمو العهد الشيخ نواف الأحمد جزاه الله خير، أيضا تشكرنا منه. ف
فأسأل الله يبارك الجميع ويوفقهم إن شاء الله الفال لبقية الأخوة إن شاء الله نشوف طريق إن شاء الله للعفو عنهم من حضرة صاحب سمو أبو الجميع. وأكد حضرة صاحب سمو الله يطول عمره أن أبو الجميع حريص على أبنائه وحريص على عودتهم وطنهم وفق القانون، فجزاه الله خير. يعني أنا أتشكر منك. كما استقبل سمو أمير البلاد عائلة أحجاب الهاجري. أنت الخير والبركة، وهلا كلهم يسلمون عليك ويهنونك بالسلامة، أبوه وأمه وإخوانه. إحنا فرحنا بالعفو، وفرحنا الأكبر لما شفناك طال عمرك راجع للكويت سالم غانم، وانقل لك تحيات الوالد ويقول لك طال عمرك لا ولا إلا للكويت ولا وفاء إلا صباح الأحمد طال عمرك. إحنا عيالك وسيوف بيمناك، والعالم كله يا طويل العمر يراك أمير، ونحن ككويتيين نراك العالم كله يا طويل العمر. عسى الله يحفظك ويديمك ذخر وفخر لكل مواطن كويتي. الله يبارك فيك، يبارك فيك ويجعلك دائما بهالعقلية وبهالحكمة. يعني الحمد لله أنت عايش في بلد تحسد عليه، لكن الله يبارك فيك ويهديك، وأنت عند أخوانك وعند أهلك وعند يعني اعتبرك ولدنا. ولدك طال عمرك. عسى عمرك سنين يا طويل العمر. ويحفظك الله. احنا طويل العمر كلنا نشكرك على عفوك ومكرمتك السامية لولدنا حجاب. ويعلم الله الدعاء اللي جاك. وعسى الله يطول في عمرك ويخليك لنا جميع ذخر يا طويل العمر. والله محبتك ما نقدر نعبرها. والله يا طويل العمر شنقول ولا استقبالك لنا ومكرمتك لنا وعفوك عن ولدنا. ويسلم عليك سلام كثير ولدك محمد بن خالد، سلام كثير والله، ويشكرك شكر خاص ويقول لا جيت طويل العمر قبل لي رأسه. وعسى عمرك سنين طويل العمر. وعقب اللقاء صرح أحجاب الهاجري قائلا: تشرفنا بلقاء سمو أمير البلاد وشكرناه على المكرمة الأميرية والعفو الخاص. تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وشكرناه على المكرمة الأميرية والعفو الخاص اللي صدر عني. ولا يستغرب من قائد الإنسانية وقائد العمل الإنساني، والعالم كله يرى سمو الأمير أمير، ونحن ككويتيين نرى سمو الأمير العالم كله. نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية. سلم مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رسالة خطية من سمو الأمير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات. أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن دخول الكويت في العهد الدستوري قبل 57 عام أعطى الوطن مناعة سياسية مضاعفة ضد كل التقلبات التي قد تواجه أي دولة، مشيدا بدور المؤسسين الأوائل في تدشين هذا العهد الديمقراطي الشامخ. وقال الغانم بمناسبة ذكرى وضع الدستور إن يوم 11 من نوفمبر من كل عام فرصة لاستذكار عطاءات الكويتيين في ذلك الزمن وجهودهم الجماعية في تدشين الحياة الدستورية في وقت كانت دول المنطقة تعاني من طبيعة العلاقة المضطربة بين أنظمتها وبين الشعوب. في نشاط اللجان البرلمانية ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل وممثلين عن الديوان. اتفقنا كلنا
كأعضاء لجنة مع معالي الوزيرة وفريقها. عندكم شهر في اقتراحات قد ما يقبلها لا منطق ولا عقل، وفي اقتراحات لا والله مع كل الاحترام والتقدير لكن في بعضهم شيء زين وطيب. تعطونا رأيكم الفني لأن في بعض الاقتراحات مجدية. رصدت كاميرا الرأي متاريسا من أكياس رمال تم توزيعها على جانبي طرق محيطة بمنطقة الفحاحيل وشوارع داخلية، وتأتي الاستعانة بهذه الأكياس الموزعة على طريقة حروب المدن لصيد أو لصد السيول التي داهمت العام الماضي منطقة الفحاحيل. تفاصيل في التقرير التالي. إذا رأيت عزيزي المشاهد متارس رملية تحيط بالقطعة واحد من منطقة الفحاحيل من جهتي جنوب الصباحية والمنقف، فلا تعتقد أن حربا أهلية قد تندلع بين هذه المناطق. وكذلك إذا رأيت المتاريس داخل المنطقة فلا تعتقد أن خطرا أمنيا يحدق بالمنطقة. فالأمر وما فيه أن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق استعدتا مبكرا لموسم الأمطار هذا العام، وقررتا حماية القطعة واحد في الفحاحيل التي سبق لها الغرق العام الماضي جراء السيول التي داهمتها من جهتي المنقف وجنوب الصباحية. وقد جاء أسلوب الحماية لهذا العام مستمدا من أساليب حروب المدن، حيث يكون من الطبيعي مشاهدة متاريس من أكياس رملية تقطع الطرق لما لا فالجهتان في حرب مع أثار السيول. وأوضح مصدر لتلفزيون الراي أن الأكياس التي تنتشر على الطرق الرئيسية تتبع الهيئة العامة للطرق، بينما أكياس وزارة الأشغال هي الموزعة داخل المنطقة. وإلى ذلك حذر المصدر من أن هذا الإجراء إذا نجح في حماية المنطقة من السيول فإنه من المحتمل أن يتسبب حسر المياه وتوجيهها في إغراق الطرق إذا ما كانت نسبة هطول الأمطار كبيرة، وبالتالي إخراجها من الخدمة. جامعة الكويت ستسلم مواقعها إلى جامعة حكومية جديدة فور انتقالها الكلي لمدينة صباح السالم الجامعية. فقد أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى لجامعة الكويت حامد العازمي الالتزام بما ورد في قانون الجامعات الحكومية، مبينا أنه لا يجوز التنازل عن مواقع الجامعة إلا لجامعة حكومية بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية، نافيا ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن تخصيص مباني الجامعة في موقع كيفان أو أي مواقع أخرى في الجامعة لأي جهة خاصة. قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إن المحكمة الإنجليزية العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأضاف المسعد إن الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليها فهد الرجعان بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم. وأوضح أن الحكم صدر في 16 من أكتوبر الماضي، وذلك تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين والتي ستتم خلال الفترة المقبلة. في شأن آخر، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي الحرص على تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية كويت جديدة 2035 عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال. وأضاف مهدي في مؤتمر صحفي نظمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لعرض نتائج البرنامج التدريبي الجيل الخامس لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إن البرنامج يهدف لخدمة خطة التنمية للكويت وذلك ضمن سياسات موضوعة في الخطة الإنمائية تحت ركيزة رأس المال البشري الإبداعي. في كل ما يتعلق في استراتيجية تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بدولة الكويت كلها جزء من سياسات التي وضعت في الخطة من ضمن ركيزة الرأس المال البشري الإبداعي،
وأحد سياسات الخطة القادمة 2020-2025 أيضا وضعت سياسات من أجل هذا الدعم. السياسة ترتكز على الاندماج والإدماج سواء في العمل، التعليم وجميع مناحي الحياة. حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل أن نرفع في مستوى المستوى العام لهم يجب أن يكون لدينا فكر عام في الدولة متعلق في الاندماج والدمج في من ضمن مكونات الاقتصاد الوطني، من ضمن المجتمع، من ضمن أساليب التعليم في دولة الكويت. اليوم احنا عندنا المؤتمر الصحفي هو للإعلان عن مؤتمر راح ينعقد إن شاء الله في تاريخ 24-25-26 نوفمبر هذا الحالي إن شاء الله تعالى، وهو بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وهذا المؤتمر هو يعتبر لتوحيد جهود القطاع الحكومي والقطاع المؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية كويت جديدة 2035. وأهم ما في هذا المؤتمر هو إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في جميع محاور هذا المؤتمر. وهذا المؤتمر طبعا جاء ضمن البرنامج التدريبي دي بارتنرز اللي عقد من نهاية 6 لنهاية 7 2019. كرم ملتقى مبادرة الشباب التطوعية والإنسانية في نسخته الرابعة الفائزين بجائزة الملتقى إيمانا وتقديرا للشباب في العالم العربي ودورهم المهمة في مجال التطوع وخدمة الإنسانية. وأعلنت هيئة الملتقى الإعلامي العربي المنظمة للملتقى عن المبادرات الفائزة ضمن حفل التكريم الذي عقد في مركز الشيخ جابر الثقافي. احنا ملتقى اعلامي، ليش نسوي ملتقى للمبادرات التطوعية؟ احنا كان قرارنا في هيئة الملتقى الاعلامي العربي ان احنا يجب ان ندعم انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية نوع من انواع العمل الانساني، خاصة بعد ما تبوأت الكويت مكانة أممية سامية باختيار صاحب السمو قائد للعمل الإنساني واختيار الكويت بلد الإنسانية من قبل الأمم المتحدة. فوجدنا أن احنا دورنا أن ندعم المبادرات التطوعية على مستوى الوطن العربي، وهذا اللي صار من 4 سنين. وإحنا نعتقد أن أغلب المبادرات تحتاج الجانب الإعلامي والجانب التسويقي علشان تنمو، لأن وجدنا بعض المبادرات تكون فكرتها رائعة وعملها رائع ولكن تحتاج دفعة، لذلك جاء هذا البرنامج. المركزي يبدأ نظام التنبؤ بأوضاع السيولة، تفاصيل بعد قليل في الصفحة الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. أنهت بورصة الكويت تداولاتها على ارتفاع المؤشر العام، حيث بلغت كميات تداولات المؤشر 177 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 41 مليون و500 ألف دينار، تمت عبر 7256 صفقة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.6 نقطة فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 70.7 نقطة. أعلن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل بدء البنك بتطبيق نظام التنبؤ وإدارة أوضاع السيولة لزيادة القدرة على التنبؤ بالأحداث المؤثرة على أوضاع السيولة بشكل دقيق وبوقت مبكر لاستخدام أدوات السياسة النقدية بكفاءة وفعالية.
وقال الهاشل إن التنبؤ بأوضاع السيولة يتطلب جمع كل المعلومات والبيانات ذات العلاقة التي تحدد الموقف المستقبلي لسيولة النظام المصرفي لتقدير حجم السيولة التي يتعين ضخها أو سحبها من قبل البنك. أوضح أن التغير في مستويات السيولة وحجم الطلب على الدينار قد يتبعه تغير أسعار العائد في السوق النقدي، ما قد يتطلب تدخل البنك. صديفي يشارك الأزرق في تدريباته، تابعونا بعد قليل في الصفحة الرياضية، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم. احتفل النادي البحري الرياضي بتوزيع المكرمة الأميرية ل 236 ممن شاركوا في رحلة الغوص 31 والتي انطلقت في الفترة من 25 من يوليو الماضي وحتى 1 أغسطس من العام الحالي. وشكر رئيس النادي اللواء متقاعد فهد الفهد كل من شارك في دعم هذه الرحلة وعلى رأسهم سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين لرعايتهم لمثل هذه الأعمال التي تساعد على الحفاظ على التراث الكويتي. بهذه المناسبة الكريمة وهذا التجمع الطيب نحتفل اليوم بتوزيع المكرمة الأميرية الأبوية السامية التي تفضل بها سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومن عليه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وذلك المشاركين في رحلة إحياء ذكرى الغوص 31 التي نظمها النادي تحت رعاية سموه، فإنه لا يسعني إلا أن أوجه أسمى وأصدق تعابير الشكر والامتنان والعرفان لسموه لرعايته السنوية السامية لهذه الرحلة الوطنية المتميزة ولمكرمة سموه الأبوية لأبنائه النواخذة وشباب الغوص. كما أوجه أيضاً أسمى وأصدق تعابير الشكر لسيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على ما يبديه من اهتمام تجاه تعزيز مجال النادي في تنظيم هذه الرحلة التي تحيي ذكرى الآباء والأجداد من الرعيل الأول وتؤكد مدى اعتزاز جيل الحاضر بذكراهم وبتراث هذا الوطن العزيز. يواصل منتخب الكويت لكرة القدم تدريباته اليومية على أوساد نادي الكويت الرياضي بقيادة المدرب الوطني ثامر عناد استعدادا لخوض مباراتي الجولة 4 و5 من التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022 وكأس آسيا التي ستقام في الصين عام 2023. وسيخوض الأزرق لقاء أمام نظيره الصين تايبيه الخميس المقبل فيما يلتقي مع منتخب نيبال في 19 من الشهر الجاري في بوتان. وشهدت تدريبات الأزرق تواجد صديفي للترويج لدورة كأس الخليج 24 والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 24 من الشهر الجاري وحتى 6 من الشهر المقبل. الاستعدادات بدأت بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري، فمن البارح اللي هو يوم السبت بدينا التمرينات، اللاعبين لعبوا يوم الجمعة صار عندهم تمرين ريكفري اللاعبين، فإن شاء الله اليوم راح يكون الفريق مكتمل أثناء التمارين، التحضير الذهني، التحضير المعنوي من الجهاز الفني، الجهاز الإداري، راح نكون إن شاء الله على تم استعداد حق مباراة الصين تايبي يوم الخميس بإذن الله. طمن الجماهير ورسالتكم لهم. اطمنهم من خلال الابتسامة، بالعكس ان شاء الله تفائلوا خير ونطلب مساندتكم ووقفتكم معانا وحضوركم ان شاء الله يوم الخميس، وباذن واحد احد ما راح نطلعكم ان شاء الله الا فرحانين ومستانسين ان شاء الله. احنا امس بلشنا اول يوم تمرين وان شاء الله اليوم ثاني يوم، احنا جاهزين حق المباراتين القادمين ضد الصين تايبي ونيبال، وبس احنا طموحنا اول شيء 6 نقاط بالمباراتين هذه، بعدين ان شاء الله نفكر بكاس الخليج. شبي فرض نفسه في الفترة الأخيرة ما شاء الله. الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. شو توعد الجماهير الرياضية؟
ان شاء الله نقدم كل ما عندنا وان شاء الله نكون عند حسن الظن وفانا التوفيق ان شاء الله. بالبدايه احنا كلاعبين عنا على 3 نقاط امام الصين وتايبي، ومن ثم نركز على لعبه نيبال، لكن احنا كلاعبين لازم نركز كل مباراه نعطيها لها اهميتها علشان ناخذ 3 نقاط، ومن ثم ان شاء الله نفكر بلعبه نيبال. هذه بالنسبه للتصفيات. بالنسبه لكاس الخليج احنا كلاعبين جهاز فني واداري يجب علينا نركز على التصفيات اولا، ومن ثم ننتقل الى كاس الخليج لا حسبه ثانيه وحسبه اخرى، وان شاء الله نطمن الجمهور الكويتي نقول له ان اللاعبين على اكمل مسؤوليه وباذن الله قدها. الهدف يعني هو واضح، الترويج لبطولتنا بطولة كل الخليج 24. الهدف أكثر أن احنا ندعو الجماهير الكويتية وحبايبنا وأشقائنا في كل الخليج مش بس الكويت أنهم يحضرون للدوحة ويأزرون منتخبات بلادهم، وفي نفس الوقت يتواجدون في هذه المنشآت اللي راح تكون إن شاء الله استضافتنا لكأس العالم 2022. شلون شفت التفاعل ان شاء الله؟ يمكن الحين الرابع يوم تقريبا. شوف دائما وابدا التفاعل مع بطولاتنا في الخليج تفاعل قوي، تفاعل شعبي، تفاعل من القلب للقلب، فطبيعي ان نشوف هذا التفاعل وهذا الحماس عند العيال في الكويت سواء كانوا صغار او حتى اخواننا الكبار. زين، فكره اصدافي شو السبب الهدف منها او يعني فكره؟ يعني احنا في النهايه هذه شيء من بيئه الخليج، في النهايه صدفه هي عباره، وموجوده في الكويت، موجوده في قطر، موجوده في الامارات، موجوده في البحرين، موجوده في الكويت، وحتى في جزء من السعوديه وعمان. ففي النهايه ان احنا لابد ان دائما نروج حق الاشياء اللي تنتمي لمناخنا، لطبيعتنا، لاجوانا بس. زين، استعدادكم للخليج طبعا ما شاء الله مستعدين، من ياخذ البطوله؟ قطر ان شاء الله. لا طبعا ما في نقاش، طبعا احنا في النهايه نقدر ونحترم كل المنتخبات المشاركه اكيد، بس انا ثقتي وايد كبيره في منتخب بلادي. والى هنا وصلنا معكم لنهايه النشره، وقبل ختامها نذكركم بامكانيه متابعتنا عبر موقع تويتر او @ريميديا جروب، ولمشاهده جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب، على يوتيوب في امان الله.